يشهد مهرجان تمور بريدة 38 الذي يقام برعاية سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود أمير منطقة القصيم إقبالا لافتا من آلاف الزوار والتجار ومستهلكي التمور. ويعرض المهرجان إنتاج أكثر من 6 ملايين نخلة من أجود أنواع التمور. تتعالى الأصوات بلغة الأرقام، رقم يمحوه رقم آخر منافس للظفر بالذهب منطقة القصيم. منتج وطني تتفاخر به المملكة العربية السعودية جعلت منه أكبر تظاهرة اقتصادية على مستوى العالم، تجسد في مهرجان تمور بريدة والذي يقام هذا العام في نسخته 38. ميز الحقيقة هذا المهرجان إسناده إلى القطاع الخاص، كان في السابق تتولاه أمانة منطقة القصيم ويتولاها الحقيقة الزراعة أو الغرفة التجارية وبعض الجهود الذاتية. الآن أسند القطاع الخاص وأصبح الحقيقة القطاع الخاص شريك أساسي ويقوم بإدارة هذه المهرجانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق يعني جميع العاملين في مثل هذه المهرجانات. وأنت تعلم أن التمور هي إحدى الركائز الأساسية في الرؤية 2030 والتي أقرت من القيادة الرشيدة، والمملكة الآن تسعى بكل جهودها إن شاء الله تعالى لتحقيق هذه الرؤية، وسوف تنعكس إن شاء الله تعالى على المواطنين في جوانب إيجابية كثيرة. هي طبعا أول مرة يستلمها مشغل، العادة تقوم بها أمانة المنطقة، ولكن الحمد لله أسندت لنا هذه المهمة، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن ولاة الأمر في هذا الموضوع. عند ساعات الفجر الأولى تصطف المركبات وتبسط كفوفها منادية التجار ومستهلكي التمور للظفر بأجود أنواع التمور والتي يتفاخر المزارعون في عرضها. كل دلال لديه مزارعين مختلفين، المزارع مختلفة، فيتم بيع كل هذه السيارات في وقت واحد، حتى أنه حوالي الساعة 8:30 لا تجد هذه الساحة اللي كنا نراها مليانة بالسيارات، لا تجد سيارة واحدة داخل هذا الموقع. الطنان اللي توصل يوميا بين 750 طن يومي إلى 1000 طن يومي. يعني من بداية المهرجان إلى اليوم أو إلى ليلة البارحة تقريبا 11656 كيلو، يعني 11 طن و656 كيلو، فبالتالي هذه الأرقام حقيقة تدل على نسبة عالية أعلى من السنوات الماضية. أيضا دخول السيارات ابتدأت من 700 سيارة في أول يوم من المهرجان لتصعد إلى 2100 سيارة يومي، يعني الآن تقريبا وصلنا إلى أكثر من 56 أو 57 ألف سيارة في اليوم. الحمد لله تنظيم كل سنة يفرق عن السنة اللي قبله، كل سنة يكون أحسن وأسهل، تيسير السيارات، تسير المزارعين، كل شيء كل سنة يكون أفضل أفضل أفضل، وإن شاء الله من سنة لسنة أفضل بعد. تعدد الأصناف وغزارة الإنتاج وتميز الجودة عوامل خطت لمدينة بريدة أسسها النجاح لتحظى بلقب عاصمة التمور. تدلت ثمارها ودلت طريقها لعاصمة التمور لتضيف إلى موسم الصيف من كل عام نكهة ورونقا وجمالا، هذه المرة بإنتاج أكثر من 6 ملايين نخلة. عمار العماري لمركز أخبار تلفزيون البحرين من مدينة بريدة القصيم.